ده بقى النهارده الكحك بتاعنا اللي احنا عملناه، اللي هو بتاع المحلات الكبيره المشهوره طبعا. ده بيبقى من غير خميره. تعالوا كده نشوف، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ تعالوا كده نقول بسم الله ونشوف النعومه بتاعته. شايفين عامل معايا ازاي؟ ناعم جدا، مش مستحمل ودايب دوب. عايزين تعرفوا انا عملته كده ازاي؟ تعالوا معانا نخش مع بعض نشوف الطريقه والمقادير. يا ريت تحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويلا بينا نروح مع بعض نشوف المقادير والطريقه. ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين ومع جيجي دايما متجمعين. النهارده زي ما وعدتكم هنعمل مع بعض طريقه عمل الكحك اللي هو بتاع المحلات المشهوره زي العبد وزي تسيبس. النهارده هنعمله بمقادير سهله جدا جدا. الكحك ده ما بيبقاش الكحك البلدي اللي هو بتبقى السمنه سخنه والكلام ده كله، بيبقى كله على البارد، بيبقى من غير كمان خميره خالص، بيبقى بيكنج باودر، بيبقى زي نوع كده من انواع البسكوتات، حتى لما بتيجي تاكليه بتلاقيه ناعم وبيدوب بس مش تقيل خالص. تمام؟ عايزين تعرفوا الاسرار؟ تعالوا يلا بينا نخش مع بعض كده نشوف المقادير ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من الدقيق، وتقدري تضاعفي او تقدري لو هتعملي نص تقدري تعملي على نص الكميه. معايا كيلو من الدقيق، انا بستعمل دقيق خمس نجوم زي ما قلت، بيتباع عند اي حد عطار اي حاجه بيبيع دقيق سايب. ده كيلو. معايا نص كيلو من السمنة من العلبة على طول، انا مستعملة سمنة اللي هي جولدن ميكس دي. طبعا انت ممكن تستعملي اي نوع سمنة بس ما تكونش صفرة، يعني روابي او كريستال اللي هي البيضة، بلاش الصفرة دي، صفرة شوية بس بيبقى طعمها زبدة اكتر. طيب معايا كمان هنا هو خمس معالق كبار من السكر، هحتاج كمان خمس معالق من دقيق السمولينا اللي هو دقيق البسبوسة، هحتاج كمان معلقتين كبار من اللبن البودرة، معايا كمان معلقة كبيرة مليانة من النشا. وكل المعالق اللي احنا قلنا عليها دي، يعني دقيق البسبوسة والسكر واللبن البودرة، كلها معالق كبيرة اللي هي المعالق بتاعت الأكل. تمام؟ معلقة الأكل دول كده معايا، دي معلقة كبيرة، خمس معالق، معلقتين، خمس معالق من السكر، معايا ربع معلقة من الملح، معايا كمان نص معلقه من ريحه الكحك، انا مش عايزه ريحه كحك كتير، انا عايزه نص معلقه بس عشان الكحكايه تفضل فاتحه معايا. معايا كمان معلقه كبيره او كيس من البيكنج باودر، معلقه كبيره مليانه على الاخر من بيكنج باودر او كيس من البيكنج باودر. طيب هي دي المقادير بتاعتنا. ايوه ما فيهاش خميره، سهله جدا دي، ما فيهاش سمسم، الكحك ده من غير سمسم. ماشي؟ تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى مفيش اسهل من الكحك ده، هتقومي تعمليه في خمس دقايق والنتيجه بتاعته مبهره. الدقيق يكون منخول. نسيت اقول لكم كمان، معايا كوبايه من الميه تقدري تستبدليها بحليب لو عندك، كوبايه الميه ميه من الحنفيه عادي لان ما عنديش خميره فمش عايزه ميه دافيه. طيب معايا كيلو دقيق المنخول، هحط عليه السكر، خمس معالق من السكر، احط عليه كمان دقيق السمولينا. طب لو انا عايزه بالجرام، 50 جرام دقيق سمولينا، 50 جرام سكر. تمام؟ وادي 20 جرام من لبن البودره او معلقتين كبار. معايا ده لو عايزه بالنشا يبقى 10 جرام من النشا. تمام؟ معلقه كبيره مليانه، وادي ذره الملح، وادي ريحه الكحك، وادي المعلقه الكبيره بتاعت البيكنج باودر. تمام؟ كل المقادير كده ماشي، هنقلبهم كده اهو مع بعض عشان ندخل بس الايه المقادير كده كلها في بعض بالشكل ده. بصي هتقومي تعمليه في خمس دقايق، والله العظيم النتيجة بتاعته ان شاء الله بإذن الله هترضيكي جدا جدا جدا. من الكحك الخفيف الحلو اللي زي اللي بتشتريه من بره واحلى كمان. طيب معايا هنا اهو ادي السمنه بتاعتي من العلبه، السمنه بتاعتنا من العلبه. عايزه بقى انت تدخلي لها مثلا معلقه سمنه بلدي يبقى تمام، عايزه تحط لها مثلا اسانس، اصنص اللي هو بتاع السمنه البلدي ده اهو، السمنه البلدي اللي هي الريحه بتاعته، هحط حاجه بسيطه قوي اهو بتاع نص معلقه صغيره. تمام؟ هبتدي بقى انزل بالسمنه دي على الدقيق. تمام؟ ونبس بقى كويس قوي، وبعد كده ارجع لكم تاني عشان بس ايه الدنيا ما تتبهدلش ونرجع تاني. استنوني. بصوا كده انا فضيت في حاجه اوسع شويه، ببتدي اعجن اهو بايدي. تمام؟ بالشكل ده لازم اشرب الدقيق كله للسمنة كويس جدا،
واقعد كده ابسه شويه. معانا ميه لسه ما استعملناهاش، معانا كوبايه من الميه، هنشوف هتاخد معانا ميه قد ايه، بس مش دلوقتي، لما اضيع الدقيق كله 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 مع السمنه، وبعد كده ارجع لكم تاني. استنوني. بصوا كده فضلت اعجن فيها لحد لما بقى القوام بتاعها زي ما انتم شايفين كده اهو بالشكل ده، تمام اهي. كل ما هتعجني فيها كل ما هتلين معاكي وتبقى كده. لازم بقى دلوقتي نضيف بقى الميه، تمام، وزي ما قلت ان هو ما فيهوش خميره عشان كده الميه من الحنفيه بالشكل ده. هدلق كده شويه ميه بسيط الاول، ممكن ما تاخدش كوبايه الميه كلها، ممكن تاخد معايا نص بس كوبايه الميه، تمام. ولازم نحط ميه، ما ينفعش تخبزي كده على طول. هقلبها بقى كويس قوي. لو حسيتي ان هي حطيتي الميه وحسيتي ان هي شققت معاكي وحسيتي ان العجينه يابسه او ناشفه، زودي معلقه سمنه، ماشي، ولمي بيها هتلاقيها لمت وطريت معاكي تاني، تمام. هدعكها انا بقى كده دعكه كويسه، تمام، وبعد كده اوريكم بقى الشكل بتاعها النهائي، وهقول لكم خدت معايا قد ايه ميه. انا دلوقتي حطيت بتاع ربع كوبايه ميه، هنشوف كمان كده هتاخد مني ولا مش هتاخد، وهتاخد قد ايه. انا كده كده معايا كوبايه من الميه، هشوف هتاخد قد ايه معايا وارجع لكم تاني. ادي العجينه بتاعتنا اهي، تمام، والملمس بتاعها اهو، تمام. هي مش بتلم معاكي كلام تبقى عجينه كلها كره واحده، لا، انت لما بتيجي تمسكي كده العجينه تلاقيها ما بتشققش في ايدك. بصي تعجنيها كده اهو بايدك، تلاقيها الملمس بتاعها ناعم وما بتشققش في ايدك كده اهو بالشكل ده اهي، تبقى هي كده ايه، تمام اهي زي ما انتم شايفين كده، تمام كده هي الكحكايه تمام قوي معايا. طيب ده ما بنسيبوش بقى لا يخمر ولا حاجه، احنا هنشكل دلوقتي. طيب هي خدت مني ميه قد ايه؟ بصي خدت مني يعتبر اقل من نص الكوبايه، او ممكن يكون نص الكوبايه بس قبليها كده بمعلقه، تمام. ما تزوديش ميه عشان ما تشققش معاكي، ولو حسيتي ان هي نشفت كده وشققت معاكي وما بقتش ناعمه، جيبي معلقه سمنه وادعكي هترجع تاني ناعمه زي ما كانت، تمام كده. تعالوا بقى نشكل كده مع بعض، وكمان اعمل لكم بالحشوه من جوه. تعالوا كده نشوف هنحشي بايه. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده اهو. هناخد حته كده من العجينه، تمام، بس الاول قبل ما ناخد حته من العجينه تعالوا الاول اقول لكم على حاجه. بصي يا ستي، الملبن اهو بيتباع دلوقتي موجود عند اي حد عطار مستلزمات حلويات، هتلاقيه اليومين دول كتير جدا عشان الكحك والبسكوت. طيب هنجيب الملبن، ماشي، هندعك الملبن بسمنه، يعني تمسكيه كده وتقعدي تفعصي فيه كده بايديكي وتعجنيه جامد قوي قوي بمعلقتين سمنه. ده كده اهو ربع كيلو، الحته دي كده ربع كيلو، وانا كنت عامله قبل كده ربع كيلو. ده بصي حتى بعد ما عملتها بسمنه اتبقى حته، حطيتها في كيس وحطيتها في التلاجه ما بيجرالهاش اي حاجه. دي بقى احلى من العجميه، ماشي، عشان في ناس كتير جدا ما بتظبطش معاهم العجميه. طيب هنعمل العجميه، العجميه بيبقى فيها مكسرات، هناخد حته الملبن كده اهو، تمام، ونحط معاها كده المكسرات كده اهو، او ممكن تكسري المكسرات، تمام، تكسري المكسرات وتحطيها وانت بتعجني الملبن مع السمنه بالشكل ده، تمام. ودي كده هتبقى الحشوه بتاعتي اللي هي، وممكن نحشي مكسرات بس اللي انت عايزاه، اي نوع مكسرات، بس عشان اللي بيليق قوي على العجميه اللي هو بيبقى الايه، عين الجمل. هناخد بقى الواحده كده اهو بتاعت الكحكايه. بصي بقى انت الحجم اللي انت تحبيه، بس انا ما بحبهاش كبيره كده اهو بالشكل ده عشان اديها نعومه بس كده اهو، وافتح كده اهو فتحه، تمام، وابتدي اخد الحشوه بتاعتي اللي هي عباره عن حته ملبن مع واحده كده من اللي هو عين الجمل، تمام. بصي لو ما قفلتش معاكي زودي كده حته عجين، المهم ايه نقفل عليها كويس قوي بالشكل ده، تمام، ونرجع نلفها كده تاني علشان ترجع معايا تبقى شكل كحكيه بالشكل ده، تمام اهو كده اهو. نسويها بس كده اهو، تمام. بصي حتى ايه لو خرجت معاكي سنه مفيش مشكله. دي بقى ايه لما تيجي تقطمي كده الكحكايه، تقطمي بقى معاها عين الجمل. لو انت عايزه تعمليه مجروش اعمليه مجروش، مفيش مشكله خالص، زي ما انت عايزه، تمام. دي بقى بتاعتك انت. معايا الصاج بتاعي اهو، ماشي، الصاج مش هندهنه حاجه، انا بططت عليها كده اهو بعد ما عملتها، هحطه كده اهو، تمام. وبعد بقى المفروض بعد ما اخلص ان انا بجيب البتاع بتاع المنقاش ده وبعمل كده اهو،
وبصم عليها. تمام اهي بالشكل ده كده اهو، بس هي عشان ايه انا مش واخده فيها قوي اهي، تمام كده عشان مش عايزه ادوس عليها قوي عشان ما تتفتحش. خلاص كده اهو هعمل بقى تاني، ممكن اعمل معاكم كده واحده كمان تمام عشان ما خدش باله من اول واحده. نقول بسم الله اهو. بصي ممكن تحشي ملبن بس، ممكن نحشي مكسرات بس، اللي انت عايزاه. تمام بصي كده، بس انا هاخد لك واحده هنكسرها كده اهو، ممكن نكسر كده ماشي، وناخد كده اهو حته من الملبن. انت فهمتي بقى كده وجهه نظري ان احنا ايه ندخل ده جوه ده الاتنين مع بعض. دي بقى احلى من العجميه وعليا، هتعجبكم جدا جدا جدا. تمام اهو بصي لما كسرنا كمان الواحده لعين الجمل بقت سهله اكتر، بس لو انت عايزاها كامله زي ما انت عايزه اهي. بصي برجع الفها كده تاني. تمام اقعدي بقى ولمي ولادك واعملي شويه كحك كده، السنه دي مش هتبقى مقفوله كده من كل حته زي ما انتم شايفين كده الدنيا مقفوله خالص، ولادك عندهم كب غريب اكيد طبعا. تمام ونحطها كده اهو ونبصم عليها. خليهم بقى شاركيهم بقى، اعملي شويه كحك وما نشتريش من بره، انصحكم يعني ما تشتروش من بره عشان مش عارفين الايد اللي بتعمل ولا عارفين اي حاجه عشان موضوع العدوى ده، واللي بيعبي لك واللي بيعمل لك مهما كان يعني. نعمل في البيت، وانا جبت لكم اهو كل الاسرار بتاعه الكحك. تمام اتمنى بقى تدولي كده دعوه حلوه من قلبكم، انا والله العظيم ما كنت ناويه اعمل لكحك ولا اي حاجه، بس عشان انتوا غاليين عليا طبعا اعمل لكم الحلو كله. وان شاء الله باذن الله باذن الله ربنا يرفع الغمه عن الامه. ويا ريت تحطوا لي لايك للفيديو. وبعد كده هعمل صاج وارجع لكم عشان اقول لكم هندخله الفرن على درجه حراره كام. استنوني. ادي اول صاج خلص معايا اهو زي ما انتوا شايفين، الكحكايه معايا جميله جدا، بصوا ناعمه وجميله ازاي بالشكل ده. تمام لو حسيتي ان هي وانت بتضغطي في تشققات ولا حاجه داويها كده اهو. تمام هندخلها دلوقتي على الفرن على درجه حراره 200 من تحت، وبعد كده لو عايزاها تاخد لون هتخليها من فوق، في ناس بتحب الكحكايه بيضه يا دوبك من تحت بس تاخد لون بسيط، ومن فوق بتحبها بيضه مفيش مشكله خالص. هنحطها من تحت ولا من فوق؟ هنحطها على الرف في النص الشبكه، وندخل الصاج جوه الشبكه ونسويها. بتقعد قد ايه؟ بتقعد 10 دقائق مش اكتر من كده يعني، ده ما بيقعدش كتير يعني. بس كده هدخلها، واول ما تطلع اوريها لكم، بس اول ما تطلع مش عايزه حد يحركها خالص، نسيبها جوه الصاج عشان ما تتكسرش معايا، وبعد ربع ساعه نبتدي ان احنا نحركها. تمام هروح بقى ادخلها الفرن وارجع لكم تاني، استنوني. بصوا كده الكحك اهو لسه طالع من الفرن حالا. تمام واخد لون كده خفيف، انا بحبه ياخد لون خفيف. ما تلمسيش الكحكايه، سيبيها زي ما هي كده اهو لمده ربع ساعه، وبعد ربع ساعه نبتدي ان احنا نحركها ونشوف الدنيا فيها ايه. تمام تعالوا بقى نشوف كده الكحك بتاعنا اهو بعد ما طلع من الفرن بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. لازم تسيبيه ربع ساعه، ما تحركوش من مكانه قبل ربع ساعه علشان ما تتبهدلش في ايدك وتتكسر خالص. طيب تعالوا كده نشوف النعومه بتاعت الكحكايه عامله ازاي. بصوا شايفين، بصوا كده اهو، بصوا الكحكايه، بصوا اهي المكسرات جواها طبعا دابت خالص في ايدي بالشكل ده. تمام هشيلها بقى انا كده على جنب بقى، مش هنرميها يعني هناكلها، بس هناكلها متكسره. تمام طيب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ بصي بقى هتاخدي بقى الكحك بتاعك تقربيه كده من بعضه. تمام بس تبقي بالراحه بقى عليه علشان هنسكره وهو مكانه، وبعد كده ننقله. وبعدين ايه لازم ان انت تسكري الكحك بتاعك وتشيليه متسكر زي ما بتشتريه من بره. لما بتجيبي الكحك من بره من عند اي محل بتلاقيه متسكر جاهز، ليه بقى؟ السكر بيخلي طعمه حلو يعني، بيخلي الطعم بتاعه شارب من السكر بتاعه طعمه حلو. تاني حاجه بيخليه على طول ناعم، ما بيخلوش ينشف. تعالوا بقى كده معايا السكر اهو اهو بالشكل ده، ونبتدي ان احنا ايه نسكر كده اهو. هعمل بقى انا الكميه كلها بتاعت الكيلو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده اهو هعمل ايه؟ بعد كده هنشوف الكيلو عمل معايا قد ايه على الميزان. الكيلو عمل كحك معايا قد ايه على الميزان بعد ما تسكر كده، ونشوف بقى من كيلو دقيق عملنا قد ايه كحك. استنوا بقى نخلص كله ونوزنه ونشوف كده شكله في النهايه هيبقى قد ايه.
تعالوا بقى نشوف الكمية اللي طلعت معانا من كيلو من الدقيق زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنحطها دلوقتي على الميزان وهنشوف عملت معانا قد ايه. بصي بقى، انت تحطي في اي حاجة عندك، علبة، صينية، دي عندي صينية ماشي. حطيت فيها، ان مش متوفر عندي كمان العلب الكرتون كتير. طيب لو انا هحط في صينية، في علبة كرتون، في اي حاجة، هحط الاول كيس، كيس من يعني شنطة كده اهو، افتحها واحطها علشان السمنة ما تنزلش، لا الكرتونة تشربها ولا الكحك يفقد السمنة بتاعته. تمام، دي حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نحط كيس كيس علشان هو ده اللي بيحافظ السمنة تفضل جوه، ما تنقعش في الكرتونة او تنقع في الحاجة اللي انت حطوها. تمام كده، وبعد كده هغطي بالكيس كده اهو. ده كيس ما استعملش خالص، كيس نظيف، ده اول استعمال ليه. تمام، تعالوا بقى كده نحطها كده على الميزان ونشوف كده وزنها هيبقى معانا قد ايه من كيلو دقيق. طيب بصي كده معايا على الميزان، شايفه عامله معايا قد ايه؟ كيلو الدقيق عامل معايا 2 كيلو ونص من الكحك. تمام، يعني انت وفرتي كتير جدا جدا، ومش معمول بالنظافه اللي احنا عاملينها دي ماشي، ولا انت اللي ضامنه كل حاجه ناخله الحاجه متاكده من العجين بتاعك، وكمان علشان خاطر موضوع الفيروس اللي احنا فيه ده، فمش ضامنه اللي بيعبيلك الحاجه كمان علشان العدوى والكلام ده كله. فانت تعملي الحاجه في البيت طالما لقيتي الطريقه بمقادير ناجحه والكلام ده كله. فاحنا هنقول مثلا 2 كيلو، لو حتى كيلو دي عمل 2 كيلو تمام جدا جدا، وانت اصلا بتشتريه بالسكر بتاعه وبتشتريه بوزن العلبه، يعني احنا ما افتكسناش اي حاجه. تمام، يا رب كده بقى النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون كمان نال رضاكم. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك، لايك كتير كتير قوي قوي يا بنات، ويا ريت لو تعملوا لي شير يكون كتر الف خيركم علشان يوصل لناس كتير جدا جدا جدا. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد وسلسله لسه حلوه من تجهيزات العيد. وكل سنه وانتم طيبين، اللهم ارفع الغمه عن الامه يا رب العالمين. مع السلامه حبايب قلبي جيجي.